وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء، بعد مساء الخير، اتضح جليا من تصريحات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرو الاتفاق على ضرورة التصدي للاستفزازات بالمتوسط. برأيك كيف يمكن أن يحدث هذا الموقف الحازم، أي أن يحدث اختراقا في ملف تثبيت الأمن والاستقرار بشرق المتوسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا استاذ عمرو، حضرتك والدينا ولزملاء العمل في الاستوديو ولكل الساده المشاهدين. الحقيقه الزياره في توقيت مناسب وجيد، وبالذات الغباوه اللي اثيرت خلال الفتره اللي فاتت واللي اقتحموها في المؤتمر الصحفي استاذ رئيس والاستاذ ماكرون، رئيس ماكرون، وواجهوا الامور بصراحه شديده فيما تم من رسوم مسيئه في الفتره اللي فاتت، وده في تقديري عمل شيك قوي 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 انه يصار بالصوره دي، وان زياره الرئيس تبقى لفرنسا والامر يطرح على الملأ كده، عشان وسائل التواصل الاجتماعي لو كنت تابعتها يا استاذ عمرو في الوقت ده كل واحد طلع الرئيس ماكرون قال كلام فارغ. فالكلام النهارده واضح قوي على عينك يا تاجر، والرؤيه واضحه تماما. الحوار والعلاقة بين الدولتين فيما يخص منطقة شرق المتوسط، ناخد بالنا ان الجغرافيا بتتكلم عن نفسها وهي اللي بتصفر التاريخ. لو جبنا البحر المتوسط وفردناه قدامنا هلاقي ان مصر ماسكة الجزء الجنوبي شرق البحر المتوسط، وفرنسا ماسكة الجزء الشمالي الغربي البحر المتوسط، البوابة الشمالية والبوابة الجنوبية البحر المتوسط. الدولتين لهم تاريخ معتدل ومحترم وحضاري وثقافي مشهود. إذا كانت مصر بدأت الحضارات فيها من آلاف السنين، فرنسا دولة فيها قيمها وفيها حضارتها وفيها ثقافتها، هذا الأمر إحنا متفقين عليه. شرق المتوسط لم تقبل دولة في دول حوض البحر المتوسط أي عبث وأي تصعيد وأي محاولات إلى تصعيد الموقف في منطقة المتوسط، وبحيرة هادئة المفروض تتمتع بناسها وناسها مستفيدة بيها طبقا للقانون. كون ان في بعض الدول لم توقع على قانون البحار اللي بينظم العمل، ده مش معنى كده انها تثير البلطجه والعربده، لا، الامر ده مرفوض تماما. تحاور دولتين، خد بالك احنا اللقاء ده بيتوج كمان، انا بعمل تدريب عسكري بقالي عده ايام اسمه ميدوزا، وانضمت باساسه كان اليونان ومصر وفرنسا وقبرص، انضمت فرنسا معانا في التدريب ده، تدريب بحري جوي. طيب ده معناه ان احنا عشان نتدرب عسكريا مع بعض، ان احنا بنتكلم لغه ومفردات سياسيه مشتركه، يقينا ما نقدرش نعمل العمل ده الا اذا كان هناك حوار مشترك ولغه مشتركه. هل احنا بنسعى بمنتهى الهدوء، ودولتين محترمتين وقويتين بمنتهى الهدوء، ان احنا ندير العمل في الشرق المتوسط دون توريط دول ودون اراقه دماء، وبنقول ان كل تدريب وكل نشاط وكل علاقات في دول الشرق دول حوض البحر المتوسط لا تمثل اهانه لدوله او ليست موجهه لاي دوله، بالعكس بالعكس، وبالذات ان فرنسا دوله قارئه للانسان المصري وللعقائد والعقائد اللي عايشه في مصر اللي المصريين عايشين بيها، ومدركه ان مصر لا يمكن ان هي تعتدي على الاخرين في ارضهم او اقتصادهم او ثرواتهم او اي حاجه. تلك مبادئ ثابته وراسخه في الوجدان المصري، لكن الزعيمين كما تعلم اكدا على ضروره التصدي للتدخلات في ليبيا ومواجهه الدول الداعمه للارهاب بالمنطقه، خاصه وان ماكرون اكد صراحه ان مرتزقه تركيا ما زالوا موجودين بليبيا. برايك كيف يمكن دفع اوروبا والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف؟ طيب نتفق ان موقف فرنسا وتركيا، خد بالك دول دولتين عضو في حلف الناتو، في محددات خاصه بالاتحاد الاوروبي وحلف الناتو بتفرض عليهم محددات في التعامل مثل هذه المواقف. يعني عشان فرنسا تاخد موقف حاد تجاه تركيا المساله دي مش بالبساطه ولا السهوله، انما فرنسا متوافقه معانا تماما ان الاقتراب من المصالح المصريه والامن القومي المصري غربا او شرقا او جنوبا مساله ما فيهاش خيار، واحنا كنا واضحين في هذا الامر. فرنسا متفقه معانا ان العبث في جنوب المتوسط في منطقه ليبيا بمواكبتها اللي تمثل العمق الجنوبي لفرنسا يمثل مشكله.
عشان كده فرنسا احنا خد بالك استاذ عمرو ان احنا متوافقين تماما مع فرنسا، والحوار اللي بيننا وبينها مش لازم يكون من خلال زيارات الساده الرؤساء، لا الحوار الاستراتيجي قائم وشغال بصوره مستمره، التعاون الامني لا يتوقف، التعاون الاستخباراتي لا يتوقف، البحث عن مصالح المنطقه ومصالح الشعبين لا تتوقف، مش مساله مش مرتبطه بالزيارات، الزيارات دي تتويج للعلاقه والرؤيه المباشره بتخلي الدنيا تشوف الانسان المصري اللي انعزل من سنه 95 بعد محاوله اغتيال الرئيس اديس ابابا، وحاولت الدنيا ان هي تحجم القوه الناعمه المصريه وتخلي مصر تقفل على نفسها. احنا الدنيا بتشوف مصر تاني. لو رجعنا للمرتزقه الاتراك، هم مش مرتزقه، مش جنسيتهم تركيا بس يا استاذ عمرو، المرتزقه دول من كل دول العالم مستقرين بينفذوا مهمه، والمهمه دي المشكله ان المهمه دي هتنتهي عاجلا او اجلا، ان الارهاب ده مرحله موقوته في عمر المناطق وعمر الشعوب عشان تنفذ مهمه، هو هو وسيله مش هدف. المرتزقه دول هيرجعوا بلادهم عاجلا او اجلا. افكرك من كام فتره قريبه، سنه ولا اثنين، شارل ايبدو اللي تم فيها، افكرك ان كل اوروبا مهدده بعوده المرتزقه، كل إن هيرجع بلده ومش هيشتغل في السباكه ولا النجاره ولا الكهرباء، ده هيشتغل في الارهاب اللي مارسه واشتغل عليه، وان الارهاب بيهدد هذه الدول وفرنسا مدركه هذا الامر. طيب بالفعل، وكما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الارهاب اوجع الجميع ونحن اكثر الناس الذين اوجعنا الارهاب. عذرا لضيق الوقت سيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، شكرا جزيلا لك.